بسم الله باش بدينا، وعلى النبي صلينا. الحياة فيها لحظات زوينة وفيها لحظات خايبة. كانت فاطمة اليوسي مرا ونص، كتخدم وتفلح ومرا حارة وقراية وشجاعة بزاف. ملي كتسالي من الخدمة ديالها كتجي عند الوالد ديالها الحسن اليوسي، وكتبقى كتسمع الأحاديث ديالو والتجارب ديالو في الحياة. ملي تغسل كانت كتخرج وتقول كالوا اللحم ومصوا العظم. كيسولوها الناس شكون هذا، وكتبدا كتحكي لهم على الاخطاء ديال الملك المولي اسماعيل، وكتقول الناس اللي ارتكبوا الاخطاء وما تعلموش منها هما هذوك اللي كيفيقوا كل صباح وكيستمروا في ارتكاب نفس الاخطاء. كنت كتقول كنطلب من الله باش ما يعطيش الحكم لحاكم ظالم. السؤال، علاش تسمات بالمرأة التي أغضبت الملك؟ بداية، عاش الأب ديالها أبو الحسن اليوسي في ظل القلق اللي عرفه المغرب بعد انهيار حكم السعديين وتقسيم البلاد لمجموعة ديال الإمارات خلال الفترة الانتقالية بين الدولة ديال السعديين ودولة العلويين. كانوا العلماء والمفكرين ماشي خوافة وكيجهروا بالحق، والحسن اليوسي كان واحد منهم. الحسن اليوسي كتب رسالة للملك المولي اسماعيل سماها ندب الملوك الى العدل. كيقول فيها نبتغي في السلطان ان يستمع الى الحق ويطلبه ولا يأنف منه ولا يستفزه كبرياء ولا شر ولا بطر، فهذا من فضل الله علينا وليس منته منه علينا. في بداية عهد المولي اسماعيل كانت علاقة الحسن اليوسي مع الملك منسجمة، وكان من بين العلماء الذين وافقوا على بيعته إثر وفاة أخيه المولى الرشيد في البداية. وكان للشيخ اليوسي عنده مراسلات عديدة مع المولي اسماعيل أعطاه فيها النصح ونبه إلى مواطن ضعف في الدولة، واللي دارها في الرسالة الشهيرة اللي سماها ببراءة اليوسي من منطلق العالم الواعي بمسؤولية العلماء داخل المجتمع والواجب في إبداء النصح للملك. ومن هنا اتوترت العلاقة بعدما خرب ودمر المولى إسماعيل الزاوية الدلائية وقتل الأتباع ديالها وقتل كذلك الشيخ الكبير الدلائي. الحسن اليوسي كان أحد تلاميذه الأساتذة وغضب بزاف ومعجبوش الحال، وقال له في رسالته الشهيرة ديالته لقد أكلتم اللحم وامتشيتم العظم، زعما مصيتوا العظم، ولم تتركوا للناس لا دينا ولا دنيا. بطبيعة الحال المولاي إسماعيل غادي يغضب بزاف من هذه الهضرة هذه اللي بانت له ماشي بانت له لاروب. وقيل أنه مات، يعني الحسن اليوسي، أنه مات مسموما من رجع من الحج سنة 1102 هجرية، واستقر في البادية وما بغاش يمشي لا الفاس لا المكناس، وتدفن حدا دارو رغم أنهم عطاوه يدير قاضي وما بغاش، وتدفن حدا دارو في بلاصة سميت قرية تمزيست بالقرب من مدينة صفرة. يمكن خلص الضريبة ديال المعارة ديالته لملك المولى إسماعيل بالسجن أولا ثم بالموت لاحقا. كتب اليوسي هذه الرسالة من المولى إسماعيل حيد القبائل السلاح والعدة الحربية بما في ذلك الخيل، ومن اللي كون جيش قوي وعنيد. وبعدما اقتنع اقتناعا راسخا، يعني هذا الملك، بمقدوره أن هذا الجيش بمقدوره ضمان الوحدة الوطنية، وأن بضمانه كذلك حماية الحدود والثغور، وعلى خوض الحروب من أجل تحرير بعض المدن الساحلية المحتلة من طرف الأجانب كالعرائش وأصيلة وطنجة وما إلى ذلك. الشيء اللي حرك اليوسي لكتابة هذه الرسالة هو أنه ما عجبوش تجريد القبائل من الخيل والسلاح، وخوفه من تعرض المغاربة للغزو الخارجي. كانت بنته فاطمة كتقول مات الوالد ديالي وتنكرت لي الأرض والأهل ورفضت الزواج من اللي مات باها، وبقات معارضة لسياسة المولى إسماعيل بشدة مما أغضبه كثيرا.
الملك اسماعيل وصلته الخبر ان واحد السيده كتدور وكتعاود عليه، قال لهم جيبوها ليا. قال لها علاش كتدوري وتعاودي عليا وعلى الحكم ديالي ما خايفاش ندير لك بحال باك؟ قالت ليه بقات لك غير وليه تقتلها باش تكتب لك في التاريخ ديالك. المولوي اسماعيل كانت عنده تجربه كبيره وعاش بزاف، قال لها كنعز السلطه ديالتي في البلاد وكنحمي الاشياء ديالي والمواطنين ديالي اللي كيقدروها الناس، وكنطالب بالوفاء بالواجبات والمسؤوليات للجميع. وهادشي يا هادشي علاقه ديال الاب ديالك معايا كانت علاقه ماشي مزيانه. قالت ليه لان المخطئين هم الذين يلومونه على الخطا. في بلاد بحال بلادنا الوضع هو الوضع، سواء في ايام السلم او في اوقات الحرب، اي حاجه من شانها ان تثير الشك وتثير سخط الحاكم تختفي عن اعين الناس. قمع الناس والتستر على الحقيقه يشير الى فشل الحاكم في الوفاء بالوعود ديالو او اغتنام الفرصه لتحسين الوضع باش يبقى الوضع على ما هو عليه. ولا غاضب بزيان وكيتمالك في الغضب ديالو بزز، وكان سريع معروف عليه انه سريع الغضب، وكان السيف ديالو كيسبقو. سكت وقال لها اشنو الخطا اللي درت؟ قالت ليه ماشي غير ممارسه حق فقط وماشي مجرد اداء للواجب، راه شيء اخر، مطلب حتمي للكرامه ديالنا الغاضبه ولشخصيتنا المحبطه. اكثر من هادشي راها صرخه من وراء قبر لصوت مرتفع لشيخ جليل ومقر انتصر للحقيقه. ثم الجزاء ديالو كان القتل والموت. كتشوف فيه وقالت ليه القدر يمكن ياخذ جوج ديال الطرقان لاحداث الخراب، رفض تلبيه الرغبات ديالنا او تحقيقها بالكامل. بقى كيشوف فيها المولي اسماعيل بزاف والشجاعه باش كتهضر، وقال لها عانيت من الوالد ديالك بزاف وجيتي ليا انتيا. قال لها درت كاع داكشي ما بوسعي لتنيي مشروع الثوره على حكمي، كرهت الافكار السياسيه والنصائح ديال باك، وخاصه الطريقه اللي كان باغي يزرعها بين الناس، شفتها راها خايبه وفيها بزاف ديال الخيانه ومضره ليا بزاف وللحكم ديالي، ولهذا اعتقدت انها ضاره بالبلد وعارتها بشده وانها كتقدم الشر على الخير لهذ البلاد. سكت شويه وقال الحراس ديالو ديوها. ومن ثم فاطمه اليوسي لم يسمع عنها لا حس ولا خبر، الغابير الظاهر. ولكن التاريخ سجل انها انتصرت للحق والعدل وكانت شجاعه وماشي خوافه، وان دعوتها الانتصاف من الظالم للمظلوم وكف اليد العادية عن الرعية، وكانت تردد أكبر خطأ يمكن أن يرتكب وهو الاعتقاد بأنك تعمل ولا كتخدم لحساب شخص آخر، وأن الندم وحش يأكل قلوب الظالمين. نجانا ونجاكم الله من الظلم والظلمات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.